بيكم في سوبر سما وفي حلقة جديدة من حلقات لعبة لايف افتر. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نجيب البوليمر والفيلم فابريك. الحاجات دي ممكن نبيعها وممكن نستخدمها اما في اللبس اما في الاسلحة، والصناديق بتاعتها بقى مكانها مفيش اسهل من كده. بس ثواني لحظة واحدة معايا اوريكو هي بتبقى شكلها ايه بالظبط. نيجي باي هنا ريسورس، لا مش هنا، سبيشال ماتيريال، اهي هنا. ده كده الفيلم فابريك بيتباع ب2000 او ب2200، وعلى فكرة السوق بتاعه مش ثابت، يعني هو ممكن يبقى اعلى من كده كمان. وندخل تاني سوري. وهنا عندنا البوليمر. البوليمر ده يعني سعره رخيص شوية بس بنحتاجه جامد جدا في الاسلحة، والفيلم فابريك بنحتاجه في اللبس. ولو مش محتاجينه في الحاجتين يعني وبنشتري اللبس بتاعنا جاهز، ممكن نبيعه ونستغل تمنه احسن. زي ما انتوا شايفين انا معايا 300 ألف، لان انا كل ما بجمعهم بروح على طول ابيعهم في الشوب. ده كده البيت بتاعي انا وجنى بعد ما عملنا روميت او شريك البيت زي ما بتقولوا، او الزواج، بس انا وجنى بنات طبعا، فهو كده احنا شركاء في البيت. ده البيت بتاعنا احنا الاتنين. وورا هنا الجنينة بتاعتنا اللي بنزرع فيها الشجر والحاجات بتاعتنا. نروح مع بعض دلوقتي على اول حاجة ساند كاسل. ساند كاسل دي اسهل مدينة ممكن تاخدوا منها صناديق، لان طبعا الصناديق كلها بتبقى جنب بعضها بالظبط الاربعة. هنعمل النهاردة ساند كاسل وهنروح كمان سنو هايلاند، بس نبتدي بساند كاسل زي ما قلتلكوا سهلة. سنو هايلاند هتاخد مننا شوية وقت. ندخل ناخد الديلي بتاعنا. المكان اللي احنا هنروحه في ساند كاسل هو كويس ان الهليكوبتر منزلنا قريب منه، هنا عند المارك الاحمر اللي انا عاملاه ده. هنروح دلوقتي مع بعض وهنشوف الصناديق. بس انا يا جماعه احتمال الصناديق ما تنزليش حاجه، لاني واخداها يعني لسه واخدها من شوية، فاللي هو مش هتنزل مرتين في اليوم، هي بتنزل كل 24 ساعة. انا بس حبيت اوريكو اماكنها لان في ناس كتير جدا ما تعرفش اماكنها، وهحاول طبعا افتح واجرب حظي يمكن. اهو ده اول صندوق. طبعا نمسك الفليم علشان الزومبيز اللي هنا كتير، ولو معناش فليم نضربهم باي حاجة، يعني مش شرط ان احنا نضربهم بالفليم. نفتح اول صندوق مع بعض. زي ما قلتلكوا الصناديق دي اللي هنصورها دلوقتي اللي احنا عندها دلوقتي دي في ساند كاسل او في سنو ايلاند بتنزل لنا اما فيلم فابريك اما بوليمر. وطبعا انا ما نزلتيش لان زي ما قلتلكوا لسه واخداها من شويه، بس هوريكم برضو بقيه الاماكن. ده المكان التاني هنا في ساند كاسل قدام الصندوق الاولاني على طول. وفي دلوقتي ميستيك، بس طبعا الميستيك ده انا هعمل لكم حلقه كامله عن كل الميستيك اللي في بقيه المدن، بقية الخرايط يعني. برضو ما نزليش حاجة. الصندوق الثالث بيبقى برضو هنا الناحية التانية على طول، والرابع على فكرة جنبينا هوريكوا دلوقتي هو فين. لقينا الشنطة بتاعتنا اتملت، نحط في شنطة الكلب بس هي لسه.
برضو. هنا بقى الرابع، ندخل كده جوه شوية بس نضرب الأول، ده هيدينا 1000 دولار، حاجات حلوة، شوية ستيلات كده. ننقل الحاجة للكلب بتاعنا، جاي بيضربني يعني، هو قد طيب عشان يضربني؟ هينبسط يعني لما اولع فيه دلوقتي؟ في لاج من اللعبة زي ما انتوا شايفين، انا بضرب من الاول وفي لاج. نحط بس هيلث علشان كمان العاصفة الرملية دي، وده كده الصندوق الرابع. كده احنا خلصنا كل صناديق سندكس. المفروض طبعا تنزل لكم البوليمر والفيلم فابريك، بس انا عشان وضعهم شوية ما نزلتيش. هي كل 24 ساعة بالظبط، والحاجات دي كمان بنبيعها برضه. دلوقتي يلا بينا نروح على سنو هايلاند. دي اقرب هليكوبتر لينا. نبعت الحاجة بتاعتنا للبيت، واللي هيزيد نشوله في الاسترج عادي، عادي جدا. ونروح بقى سنو هايلاند. على فكرة هعمل لكم كمان حلقة عن الصناديق، اماكن الصناديق بتاعت التكتيكال والبولت بروف. والتكتيكال بقى والبولت بروف يعني اقل حاجة فيهم بتتباع ب4000 او ب5000 وهكذا، هنزلها لكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. وبرضو الميعاد بتاعهم بيتاخدوا كل 24 ساعة. احنا هنا الهليكوبتر نزلتنا هنا، تمام جدا. اول صندوق معانا او اقرب صندوق للمكان اللي احنا نزلنا فيه اللي هو عند المارك الاحمر اللي انا عاملاه ده، مكان المارك ده بالظبط هنروح له سوا، وبعد كده اوريكم بقيه الثلاث صناديق التانيين فين، بس اللي هو نروح للاقرب الاول. اهو هنا اول صندوق، احتمال البوكس ده ينزل لي حاجة بس مش متأكدة يعني. زي ما انا قلت بالظبط مش متأكدة. تاني صندوق اقرب لمكاننا دلوقتي اللي هو هنا، ياريت تاخدوا سكرين شوت للاماكن اللي انا علمتلكوا عليها ديت عشان تبقى معاكوا في الموبايل وما تتوهوش. نروح لتاني صندوق. هو سوري، تقريبا سنو هايلاند فيها 5 صناديق مش بس 4، يعني ساند كاسل 4، لا سنو هايلاند 5.
انا بحاول اجري بسرعة عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، بس اهم حاجة في الموضوع ده ان انتوا تاخدوا الاماكن اللي انا عاملة عليها المارك سكرين شوت. وحلو جدا كمان المستك نزل، المستك نزل في سنو هايلاند اللي احنا فيها دلوقتي دي. هنروح نضربه مع بعض. ده مكان تاني صندوق اهو، يعني هو مش مكان المارك بالظبط، بس عشان يبقى المارك بالظبط هنا اهو عند الحتة الواسعة اللي داخل التلج دي. وطبعا مرة ورا مرة انتوا مش هتحتاجوا السكرين شوت في حاجة، لان انتوا هتحفظوا اماكنها، هي بس بتحتاجوا السكرين شوت في الاول كأنكم بتحفظوا عنوان وكده. تاني صندوق سوري تالت صندوق هنروح له هنا عند المكان ده تقريبا، برضو ناخده سكرين شوت. الميستيك فاضل له 3 دقايق وينزل. اهو الصندوق لو انتوا شايفينه من بعيد اهو قدامنا على طول، عند الشجرة هنا مكان ما احنا واقفين. ناخد سكرين شوت دلوقتي المكان ما احنا واقفين كده. رابع صندوق هنلاقيه في المكان ده. العاصفة، خلصنا العاصفة الرملية دخلنا في العاصفة الثلجية هنروح لرابع صندوق ومنه نبقى قربنا شوية من الميستيك. زي ما قلت لكم انا الصناديق او البوكسز ما نزلليش اي حاجه علشان انا واخداهم من شويه، بس انتوا هتنزل لكم ده شور يعني. ننزل كده بالراحه، يا ريت ما حدش يقلدني عشان ما ينزلش يموت يلا حبيبي بخاف منك زمان، دلوقتي لا طبعا. ادي رابع صندوق، نروح بقى الميستك فاضله قد ايه؟ فاضله دقيقة، ممكن ما نلحقهوش اول مرة. نعمل ماركة على خامس صندوق، خامس صندوق بيكون هنا يا جماعة. ثواني خدوا سكرين شوت، ولما نروح برضو خدوا سكرين شوت عشان يبقى المكان مظبوط قوي يعني. ناخد الصندوق وبعدين نستنى الميستيك لما ينزل تاني. على فكرة ده اخر صندوق كده خلاص في سنو ايلاند اللي هو الخامس ده، ونبقى خلصنا كل الصناديق بتاعت البوليمر والفيلم فابريك. بس في صندوق في سترونة، سترونة صعبة جدا عليا انا شخصيا مش عليكم انتوا، بس ممكن ابقى اعمله لكم في حلقة تانية لو عايزين. وهطلع لكم على فكرة، خلي بالكم هطلع لكم لايف قريب جدا، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما افتح اللايف هيبقى فيه ردود على الاسئلة وحاجات زي كده كتير والاحداث الجديدة، فعشان اول ما افتح اللايف يوصل لكم الاشعار وتيجوا تتفرجوا عليا. نروح لخيم الصندوق وبعد كده نرجع للميستيك. لا نروح للميستيك الاول عشان الميستيك فاضله بس 30 سكند وبعدين ينزل، فنخلص الميستيك الاول عشان تشوفوه بالمرة. الميستيك بيتضرب بأقوى سلاح معاكو، يعني اختاروا أقوى سلاح معاكو، انتوا عارفين الدامج بتاعه قوي واضربوه بيه علشان يديكو جولد. على فكرة ده من طريقة برضو تجميع الجولد في اللعبة. والصندوق بتاعه بيديكوا اما فيلم فابريك اما بوليمر اما تكتيكال، يعني اللي هو بيديكوا حاجات كتير.
يعني يا تكتيكال يا او بوليت بروف او بوليمر او فيلم فابريك، الصندوق بتاع الماستيك ده. هيصحى تاني على فكرة، ما يغشكوش اهو، صحي تاني. انا عياله عماله تضرب فيا. سايبين كل الناس بيضربوا فينا، بس حلو مش وحش الدمج اللي جبناه ده، بس علشان في ناس اعلى مني واقفه بتضرب فهم عملوا دمج اكتر. هنروح على خامس صندوق او بوكس. شوفوا هو متاخد لان هو مكانه بالظبط بيكون هنا عند الشجرة دي، عند مكان المارك بالظبط. خدوه كده سكرين شوت تاني المكان اللي احنا واقفين فيه. خلصتوا تمام، نروح بقى عند الهليكوبتر واوريكو الصندوق بتاع المستك دوت اللي جه صدفة يطلع لنا ايه. زي ما قلت لكم تكتيكال او بوليت بروف او فيلم فابريك او بوليمر، بس غالبا برضو بيطلع لنا حاجات ملهاش لازمة قوي زي البلاستيك وزي الالومنيوم والحاجات دي. يا ريت تختاروا لي ميعاد يناسبكم، تكتبوا لي في الكومنتس افتح لكم اللايف في انهي ساعة بالظبط في اليوم ونكرر مع بعض. بالنسبة كجالي سؤال، بنوتة نقلت كامب وبعد كده هي مش لاقية البريد بتاعها اللي بيجيلي عليه رسائل والحاجات دي، البريد بيبقى هنا مش بيبقى البريد الأحمر ده اللي بيبقى عند البيت بتاعنا من غير كامب، لأ بيبقى هنا، بيبقى جنب الباب بالظبط، بتدوسي كده ريسيف وبعدين بتلاقي الحاجة بتاعتك دي. زي ما قلتلكوا الحاجات اللي أنا بيعاها ده الجولد بتاعها، نستلمه مع بعض. وده الديلي، احنا عاوزين ايوه ده الصندوق بتاع المسك، والحاجات دي ننقلها بقى بعدين. صندوق المسك نشوف هيديلنا ايه. بسم الله اهو زي ما قلت لكم بالظبط فيلم فابريك. الفيلم فابريك ده يعني اغلى من البوليمر وفي نفس الوقت انا ببيعه بيعمل لي فلوس او جولد كويس جدا. هعرضه مع بعض دلوقتي في الشوب. نعرضه ازاي؟ هندوس على البلس هنلاقي الاسعار المعروض بيها، في ب 1800 في ب 2200. احنا طبعا ملناش دعوه باللي بيبوظ الاسعار بتاعت الحاجه، هنخليه 1100 علشان يوصل هو في الشوب ل 2200 وبس كده. وبكده تكون حلقة البوكسز بتاعت الفيلم فابريك والبوليمر انتهت. استنوني في حلقة جديدة بتاعت التكتيكال والبوليت بروف، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويا جماعة لازم تفعلوا زر الجرس وياريت تشتركوا في القناة لان مش كل اللي بيتفرج عليا بيعمل اشتراك في القناة. انا عاوزة دعم علشان يبقى عندي حماس ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. استنوني في فيديو جديد من سوبر سما.